صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتم مزيانين؟ نهاركم مبروك، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما كتشاهدوا اليوم ان شاء الله. دي 6 الصباح بغيت نشارك معكم هذا الخبز، خبز ايطالي. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير، حيت غادي ندير معكم واحد الروتين صباحي، يعني كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. المهم قبلوا عليا، روتين بسيط جدا. ودابا ان شاء الله على بركه الله خديت الدقيق كما كتشوفوا، الدقيق الفرص على حسب داكشي اللي بغيتو. المهم انا عندي تقريبا نازله فا ديال الفرص ونص تقريبا. غادي ندير جوج معالق ديال الخميره الفوريه، خميره فوريه. غادي نضيف معلقه ديال سكر سنيده، هنا غادي نضيف قليل من الملح، شويه الملحه، وغادي نخلط الخليط ديالي. غادي نعجنو ان شاء الله، غادي نجمعو، ماشي غنعجنو، غادي نجمعو يعني بيدي، يعني غنجمعو بالماء الدافي، يكون الماء دافي. غادي نحاول نذوب شويه خميره مع السكر، كما كتشوفوا العجين ديالي كيكون شويه، يعني ما كيكونش جاري، كيكون شاد راسو. هنايا فاش جمعت العجين غادي ندلكو شويه بيدي بحال هكا حتى كيولي رخو بين يدي ولي لين. وغادي نخليه يرتاح يعني واحد شويه، واحد ربع ساعه، وغادي نجي نرجع عندو وغادي نشكلو معكم ان شاء الله. وهانتوما معايا، هنايا كما كتشوفوا البنات، هنا العجين ديالي راه خمر، ومن الاحسن يعني تخلوه يزيد يخمر لكم مزيان. انا هنا في الصباح، هذا الصباح يعني راه 6 الصباح، راني قلت باش يوجد ليا الوليدات سيف طروبي مع 8 يكون واجد، والحمد لله راه وجد ليهم. وهنايا كما قلت لكم راه ارتاح شويه العجين ديالي، ودابا ان شاء الله غادي نديرو في ليمون باش غادي ان شاء الله ندخلو الفران، الفران ديال الغاز اللي راني مسخناه.
غادي نرش شويه دقيق في لي مول ديال الزاج. تقدروا ديروا نتوما اي مول، تقدروا ديروا نتوما غير لاطه. انا درت في هاد لي مول هادو باش كنغطيهم، فاش كندخل لاطه الفوق كنغطيها من الفوق. يعني تقدروا تغطوها بورق الزبده او تغطوه بشي مقلات او اي حاجه عندكم. المهم انا غطيته هنايا بورق الزبده. غادي نرشو بالدقيق بحال هذا الشكل باش كيجي الديكور ديالو زوين، كيجي بحال الشكل ديال المخابز الايطاليه. هنا ما كتدهنوش المول ديالكم بالزبده ولا شي حاجه، كترشو غير بالدقيق مزيان، من كترشو اللاطه ديالكم وترشو العجين ديالكم من الفوق. كنرشو بحال هذا الشكل هذا. المهم انا راني كانت شارك معكم اي حاجه يعني بسيطه جدا جدا، كنجربها كتجي، المهم كتصدق او لا ما كتصدقش، المهم راني معكم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنسونيش باللايك وبالتعاليق الزوينه اللي كتخليو، ما تنساوش تدعموا القناه ديالي باش ان شاء الله نوصل ل1000 مشترك. كنتمنى ان شاء الله تدعموني، فضلكم راني وصلت ل200 وان شاء الله غادي نوصل ل1000 باش نكمل الشروط ديالي. وهنايا قطعت الخبز ديالي من الفوق ودابا راه دخلت الفران وطاب، وها هو كما كتشوفوا جا زوين ومقرمش، جا صراحه زوين، يجي الشكل ديالو بحال هكا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. الى الروتين ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الروتين صباحي بسيط جدا جدا، كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا. هنايا كما كتشوفوا راني جمعت بعدا الفراش، يعني كنت كنجمع الفراش حتى يعني قربت نسالي، وانا تفكر قلت علاش ما نديرش معكم الروتين هذا النهار، ندي معكم شي روتين واخا يعني هادشي بسيط البنات، ماشي شي حاجه زعما اللي المهم. انا بغيت نحط لكم داكشي كيما هو. هنا المهم غادي نزويه البيت هنايا، غادي نكمل معكم هنا ان شاء الله. باقي غادي ندير معكم روتينات المهم ديالي، روتينات ديالي بلا زواق البنات، ما كاينش عاد نجمع ونجي نصور لكم ولا شي حاجه، غادي نصور لكم الروينه كما هي. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وهذا الروتين هذا، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي. المهم البنات اش غنقول لكم، البيت ديما كيكون مرون، اش غنقول لكم واخا تعياو وما تجمعوا كيجيو الوليدات موراكم وكيضيعوا كل شيء. انا بعدا انا بعدا بالنسبه لي انا، وانتوما كنتمنى ان شاء الله تخليو لي تعاليق واش نتوما بحالي ولا غير انا اللي ديما مرونه مروني اللي الوليدات البيت. دابا راني جامعه حيت صيفطتهم للمدرسه، ديتهم للمدرسه ورجعت وليت دخلت درت لكم الروتين الصباحي. البيت غيبقى غير واحد المده غير نص نهار الاول، وفاش غادي يجيو من المدرسه ما نقول لكمش البنات اش غيوقع. البيت غادي يولي بحال عمرو ما دخل فيه شي حد. ايه والله يسمح لينا من الوالدين، والله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لنا وليداتنا والمسلمين اجمعين ان شاء الله، والله يسهل على الجميع اللي عنده وليدات، والله يحفظهم له، اللي ما عندوش الله يسهل عليه، الله يجيب له اللي فيها الخير ان شاء الله، الله يفرحكم
ان شاء الله. هنايا غادي ندوز واحد الشطيبه خفيفه، رغم زعما راه تطبخ خفيفة، راني نشطب 4 الخطرات هاد البيت، ها غير هاد البيت هذا راه 4 الخطرات اللي كان في النهار تقريبا اللي كندوز له الشطابة. هنا كنقول لكم الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ونهاركم مبروك ان شاء الله، الله يعاونكم البنات.